سعادة الدكتورة فريدة الحوسري المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبو ظبي للصحة العامة. دكتورة حياك الله وأهلا وسهلا فيك. السلام عليكم، الله يحييكم، وسعيدة بمشاركتي ووجودي معاكم اليوم. احنا سعيدين وجزاك الله خير. الله يحفظك ويبارك فيك، ومشكور على وجودك معنا سواء كان اليوم أو الوجود والتواجد الدائم إن شاء الله. هذه المرة دكتورة نتحدث عن أوقف العدوى، برنامج الإنفلونزا الموسمية، فبالتالي ما صلت برنامج الإنفلونزا الموسمية ببرنامج أوقف العدوى؟ طبعا تم إطلاق حملة أوقف العدوى من قبل دائرة الصحة ومركز أبو ظبي للصحة العامة، وتهدف الحملة هذه إلى التركيز وإرشاد المجتمع الكبار والصغار بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية بشكل عام. اليوم تركيزنا في هذا الوقت من العام على موضوع الإنفلونزا. ليش؟ لأن الإنفلونزا حاليا في بداية الموسم، خصوصا مع بداية الشتاء ونزلات البرد اللي فيه، طبعا نسبة الإنفلونزا تزيد خلال الشهور القادمة. يعني نشوف أن دخول المستشفيات مضاعفات الإنفلونزا تكون بشكل أكبر خلال فترة الشتاء، وبالتالي نحن نحاول نساعد الجمهور وننصحهم بالطرق للوقاية من الأمراض المعدية. واليوم تطعيم الإنفلونزا الحمد لله تم توفيره في المنشآت الصحية، ودوره كبير في الوقاية من مضاعفات الإنفلونزا والوقاية من مرض الإنفلونزا، وبالتالي ننصح الناس أنها تأخذه، ونوفر لهم طبعا التطعيم متاح ومتوفر في العديد من المنشآت الصحية في الإمارة. ممتاز. هي حملة توعوية دكتورة بأهمية تطعيم الإنفلونزا، أيضا الوقاية من الإصابة، تقصي الحالات المصابة، تحليل النمط الفيروسي للمرض، في النهاية لتحقيق الأهداف منها تحديد السلالات الرئيسية واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة. فبالتالي مثل ما تعودنا سنويا، يعني مثل في مثل هذه الأيام تطلق مثل هذه الحملات من أجل يعني حث الناس ودعوتهم على أخذ التطعيم لتحصينهم ووقايتهم الإصابة بالإنفلونزا، وأيضا ممكن الأمراض الفيروسية المصاحبة خلال فترة الشتاء. وذكرتي بأن التطعيم موجود في يعني كل المراكز أو معظم المراكز تقريبا حاليا سواء كانت الحكومية أو الخاصة. إذن الباقي هو قناعة أفراد المجتمع زين وثقتهم بأهمية أخذهم لهذا التطعيم. فخلينا نركز على الفئات اللي ممكن تكون أكثر حاجة لأخذ التطعيم، وخاصة خلال هذه الأيام ما قبل يعني دخولنا في فترة الشتاء. صحيح، هناك فئات طبعا تكون هي أكثر الفئات اللي نشوفها، يعني بعض الناس بيديهم نزلة الإنفلونزا عبارة عن حرارة وأعراض تنفسية وتقعد لعدة أيام، بعضهم ممكن تطول وتتحول إلى مضاعفات أخرى والتهابات في الرئة وما إلى ذلك. الأكثر الفئات العرضة هم الأشخاص الكبار السن أكبر عن 65 سنة، الأطفال أقل عن 5 سنوات بالذات معرضين بشكل أكبر من الأطفال الأكبر في العمر، فبالتالي أقل عن 5 سنوات الأطفال مهم منهم يأخذون تطعيم الإنفلونزا، السيدات الحوامل، وأيضا المدخنين ننصحهم دائما، لأن طبعا رئتهم تكون أضعف وبالتالي ممكن يكونون أكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا. وأيضا نحن نضيف العاملين في القطاع الصحي لأنهم طبعا دائما معرضين بشكل مستمر لانتقال العدوى المرضى والمصابين. طيب هل يعني ذلك دكتورة بأن الفئات الأخرى اللي ما ذكرتيها يعني أنها مش لازم مثلا تأخذ هذا التطعيم، ولا أن التطعيم خياري في النهاية للوقاية الذاتية؟ وإحنا صراحة ننصح دائما نقول أن ننصح الجميع أنهم يأخذونه، لأن تطعيم الإنفلونزا يعطينا بشكل سنوي يتجدد حسب السلالات الإنفلونزا اللي منتشرة في العالم، وبالتالي ترى مرض الإنفلونزا يكون شديد نوعا ما على أغلب المجتمع، يعني يضطر أنه يغيب من العمل، يضطر أنه يتغيب من المدرسة وما إلى ذلك، وبالتالي اليوم وجود التطعيم هذا ممكن يعطينا يعني وقاية أفضل وحماية أفضل من الإنفلونزا. نحن ننصح الجميع، ننصح جميع أفراد الأسرة أنهم يأخذونه، وأيضا تم يعني إتاحة التطعيم اليوم في المنشآت الصحية للجميع وبالمجان. بالمجان طيب. بشكل مجاني اليوم في 111 منشأة صحية توفر هذا التطعيم، بما في ذلك من بينهم 15 صيدلية، على أساس إذا الشخص ما يبي يتأخر في العيادة أو في المركز الطبي اليوم أيضا الخيار متاح في الصيدليات، بحيث أن تكون يعني نغطي أغلب المجتمع ونوصلهم بطريقة
سلسة وسهلة وتكون تجربة جميلة وسريعة. طيب كيف نعرف هذه المراكز والصيدليات دكتورة؟ هل في قائمة مثلا بأسمائهم على الموقع الإلكتروني لجهة صحيح الجهة؟ نعم موجودة القائمة بالمنشآت الصحية، وهي أغلب المنشآت الصحية اليوم، عيادات رعاية صحية الأولية، المنشآت، المستشفيات، أغلب المستشفيات متوفر فيها التقييم أيضا. نحتاج إلى موعد أكيد بلا شك، أو الموعد أفضل صحيح؟ هو طبعا الموعد يفضل أن يكون في موعد، ولكن التطعيم أيضا متوفر للأشخاص اللي حابين يأخذونه بدون موعد. أي بس اللي بيروح بدون موعد ممكن يعني يواجه تأخير شوي، لأنه ممكن صحيح. يكون في مرضى قبل موعد. صحيح، إحنا نحن نشجع أن الشخص يتصل ويكون حاجز موعد مسبق على أساس يتجنب التأخير. طيب دكتورة، في بعض الناس يقول لك يعني على سبيل المثال في ناس يطعمون سنويا، ولكن لربما معلومة وصلتهم من هنا أو هناك يقول لك الجسم يحتاج أن يمرض على أساس يظل يعني يحمي نفسه بنفسه، فهل مطلوب أن نطعم سنويا؟ طبعا للأسف في كثير من المفاهيم الخاطئة في المجتمع. المناعة للجسم مهم أن يكون يعني أكيد إحنا معرضين للعديد من الفيروسات والبكتيريا. التطعيمات تم تحديدها بالنسبة للأمراض الأشد خطورة، وبالتالي اليوم الشخص يعني ما يضمن إذا هو مرض أنه ما يدخل في مضاعفات مرض الإنفلونزا بشكل سنوي. نحن نشوف ناس تدخل المستشفيات، تدخل للعناية المركزة، وللأسف بعض الأشخاص ممكن نلاقي في وفيات ناتجة عن المرض. وبالتالي الإنفلونزا مش من الأمراض اللي ممكن يستهان فيها، هناك فيروسات أخرى بسيطة ممكن ما تحتاج علاج إذا أصيب الشخص، ولكن تم تصميم أو تحديد التطعيمات والأولويات الموجودة بناء على دراسة ورصد اللي موجود شو هي الأمراض الأكثر خطورة وأكثر انتشار في المجتمع، وبالتالي استهداف هذه الأمراض من جانب الوقاية أساس أن نحن نحافظ على صحة المجتمع بكافة فئاته وشرائحه. طيب إذا شربنا دكتورة فيتامينات سي وغيرها من الفيتامينات اللي تقوي المناعة والجسد عادة، هل تكفينا ولا مع هذه الفيتامينات لابد أن نتطعم بعد؟ طبعا الفيتامينات مهمة، هو أهم شيء الأكل الصحي وممارسة الرياضة، هذه الأشياء هي الرئيسية في موضوع تعزيز المناعة للجسم ومقاومة الأمراض بشكل عام. وبعد ذلك تأتي المكملات الغذائية في حال الشخص، طبعا يختلف من شخص إلى آخر، ولكن هناك بعض الفيتامينات اللي تساعد في تعزيز ورفع المناعة للجسم، ولكن ليس بالضرورة أنها رح تمنع الإصابة، وبالتالي ممكن الشخص أيضا يصاب مع هذه المكملات، وممكن أنها تساعد هذه المكملات في حال الإصابة بتخفيف الأعراض. فمثل ما قلنا يعني التطعيم مهم جدا، واستخدام أي مكملات غذائية أو فيتامينات لا يغني عن أخذ التطعيمات، خصوصا التطعيمات اللي تم تحديدها ذات أولوية. طيب في النهاية دكتورة، هل التطعيم أصلا يقي يعني بشكل كامل 100% عن الإصابة، ولا في احتمالية للإصابة؟ طبعا هناك العديد من سلالات الإنفلونزا اللي تكون موجودة. التطعيم اليوم صمم أن يكون فيه تقريبا يغطي 4 أنواع مختلفة من فيروس الإنفلونزا، وهي الأكثر شيوعا وانتشارا، فيتم تجديد التطعيم بناء على انتشار هذه السلالات المختلفة. فممكن الشخص يصاب، ممكن تكون في سلالات أخرى، ولكن هي الأقل انتشارا. وبالتالي ليش احنا نحرص دائما على التطعيم السنوي؟ لأن التجديد لهذا التطعيم بشكل سنوي مهم، لأنه يعطينا حماية أفضل ضد أكثر السلالات المنتشرة والموجودة في العالم. هي طبعا التطعيمات من سنة لسنة تختلف على ضوء اختلاف الفيروسات صحيح؟ صحيح نعم. لأن في سلالات يمكن تستجد الآن في أبحاث ويطورون على السلالات الجديدة، هذه اللقاح هذه يتم تطويره ومناسب لهذه لمحاربة هذه الفيروسات الجديدة، وأيضا يختلف من بلد لأخرى نعم. ولا لا؟ طبعا التطعيم يكون يعني يتم تحديد مكونات التطعيم بناء على الرصد العالمي، فبالتالي جميع الدول تبلغ على مختلف أنواع الإنفلونزا الموجودة، وبالتالي يتم تحديد الأكثر خطورة منها من السلالات والأكثر انتشارا، ويتم تحديد مكونات التطعيم بناء على ذلك.
وبالتالي نحن أيضا نتابع بشكل مستمر من خلال البرامج المختلفة الموجودة حالات الإصابة، انتشار مرض الإنفلونزا، وشو هي السلالات الموجودة في المجتمع، أكيد يتم متابعتها بشكل مستمر. يفضل أخذ التطعيم خلال هذه الفترة دكتورة، لأن فعاليتها تبدأ بعد أسبوعين مثل ما عرفنا؟ صحيح، وخصوصا أن زيادة في الانتشار راح تبدأ يعني من شهر أكتوبر وحتى شهر مارس. طبعا أيضا التطعيم يتوفر خلال العام بشكل مستمر للحجاج، للمعتمرين، طبعا هذيل دائما ننصحهم أنهم يأخذون التطعيم، فبالتالي إذا أخذوا يعطيهم يعني حماية لمدة عام قادم. يعني دكتور خليني أسألك سؤال، شيء صار عندنا نحن في البيت زين الآن، أنا أبي أسأل ردة فعل الشخص أو الجسد من شخص لشخص تختلف، لأن اللي صار عندنا نحن أخذنا كلنا اللقاح هذا الإنفلونزا، صار عند البنية حمى زين، صار عند أم عبد الملك حكة، صار عندي أنا مثلا شو في العضلات، في العضلات كذي صار عندي الأحمرار، فاختلف كل واحد يعني صار عنده أعراض مختلفة، شو الأسباب؟ مع العلم أن اللقاح واحد. صحيح، وطبعا مضاعفات تطعيم الإنفلونزا قليلة جدا، يعني ما تعتبر قوية، ولكن هي ممكن تظهر من شخص إلى آخر وتعتبر يعني ضعيفة مقارنة بفوائد التطعيم. فالمضاعفات ممكن تكون حرارة، ممكن يكون ألم في مكان أخذ اللقاح، وهذا هي مضاعفات عامة نجدها بجميع التطعيمات بشكل عام، وقد تدل على استجابة الجسم واستجابة المناعة ورفع المناعة للجسم. وفي كثير من الأحيان طبعا المطعمين ما يحسون بأي شيء، لا حكة ولا احمرار ولا حرارة. نسبة قليلة جدا من الأشخاص اللي ممكن تكون عندهم أعراض، ومثل ما قلنا الأعراض بسيطة ويعني تخف بشكل مباشر خلال يوم أو يومين. مشكور يا دكتور، جزاك الله خير على التوضيح. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، ومشكورين على هذه المحادثة. شكرا جزيلا سعادة الدكتورة فريدة الحسن، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة. شكرا جزيلا دكتورة، حياك الله. شكرا.